نتحول الآن إلى دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة. دانا، في الأخبار العاجلة التي تأتي من فلسطين المحتلة، صفارات الإنذار تدوي في مسجاف عام في إصبع الجليل، وأيضا هناك أخبار عن أن صفارات الإنذار تدوي أيضا في سهل الحولة شمالي إسرائيل. ما الذي يحدث الآن لديك؟ صفارات الإنذار قبل قليل قد دوت في شتولا في المناطق عند الحدود الشمالية إثر رصد إطلاقات صاروخية من جنوب لبنان، وكذلك في أكثر من منطقة في إصبع الجليل، وخاصة أنه كان الحديث أن هذه المناطق قد تم الإعلان عنها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية مغلقة، ولربما الحديث على مسجاف عام. أيضا نتحدث عن المطلة وكفر عمداي وغيرها من المناطق، وربما هذه الخطوة كان قد اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الدخول البري العسكري إلى قطاع غزة، وهذا لربما من الدلائل والمؤشرات على قرب العملية العسكرية البرية، وخاصة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية أي الكابينيت كان قد صادق على المرحلة التالية كما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وذلك في جلسة عقدت لمناقشة الخطوات المقبلة في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وتركزت المداولات حول كيفية تحقيق أهداف الحرب وإعادة السكان إلى منازلهم دون الانزلاق إلى حرب شاملة كما وصفت هيئة البث الرسمية والقناة الثانية عشر الإسرائيلية. وأفادت هيئة البث الرسمية بأن المرحلة الثانية من العمليات كان قد صادق عليها الكابينيت دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد عرض على الكابينيت سلسلة من خطط العمل التي تم إعدادها مسبقا والتي يمكن تنفيذها فور اتخاذ القرار. هذه الخطط تتضمن في طبيعة الحال سيناريوهات متعددة بمدد زمنية وأهداف مختلفة بهدف استغلال ما حقق أخيرا في العمليات الأخيرة والغارات الأخيرة التي استهدفت كبار القادة في حزب الله. وأيضا قالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطط العملية ترتبط بأهداف الحرب، أي إعادة سكان الشمال أي المستوطنين الذين تم إخلاءهم بعد 8 أكتوبر إلى منازلهم، وتعزيز الشعور في الأمان بما في ذلك تدمير مواقع لحزب الله في القرى اللبنانية الحدودية، والتي يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم الهجمات على البلدات الشمالية والمستوطنات الشمالية تنطلق منها. وعقب انتهاء هذه الجلسة كان هنالك مشاورات أيضا أمنية مغلقة ترأسها بنيامين نتنياهو، وتأتي هذه المشاورات تحت ضغط أمريكي للتوصل إلى تسوية سياسية وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية، وخاصة بعد ورود بعض التقارير التي تقول بأن هنالك عمليات برية محدودة بدأها بالفعل في توغل بري محدود محصور الأهداف. ولكن الحديث كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعني لا يوجد أي تحركات برية رسميا حتى اللحظة، بل وطالب عدم الانجرار وراء مثل هكذا تقرير لأن هذا يعرض أمن وسلامة القوات المتواجدة عند الحدود إلى الخطر، وطالب فقط بالالتزام فيما ينشر رسميا من بيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما هيئة البث الرسمية فقالت بأنه كان قبل قليل قد شوهد حافلات تنقل جنود عند الحدود الشمالية، وهذا يتماهى مع التحركات على أرض الواقع سواء من نقل الفرقة 98 وقبلها فرقة أخرى من فرق النظام الفرق النظامية وتدعى 36، وكذلك استدعاء لواءين احتياطيين هناك. طيب دانا، يعني حتى تكون الصورة أكثر وضوحا من خلال ما ذكرتيه، بشكل رسمي ليس هناك أي إعلان رسمي إسرائيلي عن بدء العملية البرية التي تسميها عملية برية محدودة في لبنان، لكن على الصعيد أنه الحكومة الإسرائيلية المصغرة وافقت رسميا على هذه العملية فهذا هو خبر مفهوم ومعروف، لكن العملية لم تبدأ بحسب السلطات الإسرائيلية. بالفعل حسب السلطات الإسرائيلية تقول بأن هنالك تقارير أمريكية أو أن هنالك مسؤولين عن الخارجية ومن الخارجية الأمريكية كانوا قد قالوا بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستبدأ توغل بري محدود محصور الأهداف،
وبأن التواصل والتفاهمات بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يفضي إلى إتمام عمليات محصورة، توغل بري محصور والانسحاب من قبل جيش الاحتلال. ولكن بعد ذلك كان هنالك بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجاري المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، يقول فيها وينفي فيها هذه التقارير ويقول بأنه يجب عدم الانجرار إلى مثل هكذا شائعات، وبأن الأخبار الرسمية تصدر في بيانات رسمية من جيش الاحتلال وورود مثل هكذا أخبار حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض القوات من جيش الاحتلال إلى الخطر. وللحفاظ على أمن هذه القوات المتواجدة عند الحدود الشمالية يجب عدم الانجرار وراء هذه الشائعات، وبأن هنالك غارات جوية مكثفة قصف مدفعي. نعم. وكان بعد هذا البيان بيان آخر يطلب من سكان 3 مناطق ومباني في الضاحية الجنوبية الإخلاء لأنه ينفذ غارات جوية، ولكن لم يتم الحديث عن أي توغل بري، وكل ما يتم توارده في وسائل الإعلام هو نقلا عن وسائل إعلام دولية تحديدا أمريكية أو عن مسؤولين أمريكيين، ولكن من الجانب الإسرائيلي الرسمي حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن بدء هذا التوغل البري. نعم. إلى الحدود الجنوبية. طيب دانا، ما المعلن إسرائيليا حول أهداف هذه العملية البرية المحدودة في لبنان؟ ما هو أهم أهداف هذه العملية؟ الهدف الأول هو تحقيق أهداف الحرب، ولربما الهدف الأخير الرابع الذي كان قد ضمه بنيامين نتنياهو إلى الأهداف الثلاثة التي كان حددها بعد 7 أكتوبر، الأهداف الثلاثة كانت متعلقة في قطاع غزة، الهدف الرابع متعلق في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية، وهو إعادة سكان المستوطنات التي تم إجلاء المستوطنين منها بعد 8 أكتوبر، ونتحدث عن ما يزيد على 70,000 تم إجلاءهم رسميا من قبل جيش الاحتلال. الهدف الثاني هو إقامة منطقة عازلة أمنية بطول 12 كيلومتر عند الحدود الفاصلة وما بين جنوب لبنان والحدود الشمالية، وكذلك إبعاد قوات حزب الله إلى ما بعد الليطاني والمحافظة على نشط قوات دولية اليونفل كما جاء في قرار مجلس الأمن. هذا هو المخطط المعلن من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن يبقى وتبقى الأهداف غير المعلنة هي الأكثر خطراً من قبل الجانب الإسرائيلي لتحقيق أهداف أبعد من ذلك. ولكن حتى بعض المراقبين والمحللين الإسرائيليين ينظرون إلى هذا الموضوع كأنه مفيضة، وبأن المستوى السياسي لربما لم يأخذ قرار بمستوى الدخول البري هناك، وخاصة في ظل الضغوطات التي تفرض على الجانب الإسرائيلي من الولايات المتحدة، ولربما ما شاهده جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان الدخول البري في عام 2006 وهذه الحرب التي جرت القوات الإسرائيلية إلى ما يزيد على 18 عاما من الحرب المفتوحة. دانا، كنت أشرتي أيضا وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قال أمس أن هناك بعض المناطق، وأنت أكدت هذا الأمر، ستعلن هكذا بالنص أماكن عسكرية مغلقة، وهو الأمر كذلك الآن. ما الذي يعنيه ذلك وكيف يطبق هذا الأمر؟ يعني ما الذي نفهمه من هذه المنطقة أو هذه المستعمرات أو المستوطنات أصبحت أماكن عسكرية مغلقة؟ لربما كان هذا البيان مقتضب من جيش الاحتلال، ولكن عندما يعلن جيش الاحتلال بأن هذه منطقة عسكرية مغلقة وهذه هي المرة الأولى ياسر التي يشن فيها جيش الاحتلال هذه الهجمات بهذا الزخم، ويتم الإعلان عن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، المناطق التي نتحدث عنها المطلة مزداد عام وكفار جل عداي، وهذه يعني يأتي بعد إبلاغ إسرائيل بالولايات المتحدة عن عملية برية هناك، والحديث لربما كما ذكرنا قبل بدء الهجوم البري على قطاع غزة كان جيش الاحتلال قد أعلن عن مناطق مستوطنات الغلاف مناطق عسكرية مغلقة، أي يمنع وصول المستوطنين إليها وتكون وتستخدم بعض المنازل والمنشآت الموجودة هناك كمراكز لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء مناورات وتدريبات على ما سيتم في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة الحدودية، وبأن هذه المنطقة الحدودية تخلى من السكان المتبقين أصلا من المناطق التي تم إخلاءها، واستخدام هذه المناطق منطقة عسكرية
يمنع فيها الوصول إليها سواء من قبل المستوطنين من قبل الطواقم الصحفية أو حتى الاقتراب منها. وهذا الإعلان أيضا ياسر تزامن معه بعض الإلزامات من قبل مكتب نتنياهو إلى الوزراء والأعضاء في الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق في المرحلة التالية من الحرب التي كان قد صادق عليها الكنيست الإسرائيلي. يبدو أن هنالك خطط موضوعة على الرفوف إسرائيليا وبأنه سيتم التعامل معها وفق أهداف محددة وفق توقيت زمني محدد كما نقلت هيئة البث والقناة الثانية عشر الإسرائيلية. ولربما كل ما ذكرناه من دلائل على أرض الواقع يشير إلى أن ساعة الصفر دقت فيما يتعلق في التوغل البري، ولكن الأمر مرهون بالموافقة وإعطاء الضوء الأكثر من المستوى السياسي أي من بنيامين نتنياهو لتحويل القوات المتواجدة هناك إلى الدخول البري. طيب دانا، أشرت إلى أنه يعني ما يمكن أن نفهمه أن هناك منع لوصول المستوطنين إلى هذه المستوطنات. نحن نتحدث عن المستوطنات التي كانت بالفعل تم إخلاء السكان منها على مدار العام تقريبا الماضي ومن أجلها تقوم إسرائيل بهذا الأمر، أم عن مستوطنات أخرى بجانب المستوطنات السابقة؟ يعني نحن نتحدث عن عديد من المستوطنات، ولكن لربما أكثر المستوطنات تضررا واستهدافا جراء الرشقات الصاروخية الكثيفة التي كانت تنطلق من جنوب لبنان هي هذه المستوطنات التي تم الإعلان عنها كمنطقة عسكرية مغلقة. والتقديرات الإسرائيلية تقول بأن معظم المنازل والبيوت والمنشآت تحديدا عند مستوطنة المطلة هي مهدمة في الكامل أو تم لحاق الضرر والأذى فيها بشكل كامل، أي أن المرحلة الأولى تتمثل في المستوطنات التي تم إخلاؤها، ونتحدث التي تقع في بعد وعمق 5 كيلومترات من المناطق الحدودية أو من الشريط الحدودي، أي أن المستوطنات التي تم إخلاء المستوطنين منها هي ذاتها بعض المستوطنات التي تم إعلانها كمنطقة عسكرية مغلقة، وهي المناطق التي تقع على بعد 5 كيلومترات عن جنوب لبنان، وهي التي تم إخلاء المستوطنين بعد 8 أكتوبر. بعض المستوطنين كانوا قد عادوا إلى المستوطنات دون قرار رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على عاتقهم الشخصي الذاتي، لذلك لربما صدرت هذه التعليمات من قبل الجبهة الداخلية. وأيضا لربما نتحدث أيضا أن هنالك تقييدات كانت فرضت من قبل الجبهة الداخلية على مستوطنات أبعد من ذلك، وليس فقط المستوطنات التي تم الإعلان عنها كمستوطنات أو كمنطقة عسكرية مغلقة وتم إزلاء سكانها منها. نتحدث عن حيفا، عن مرج بن عامر، عن خليج حيفا، عن عكا، بعض القرى والبلدات العربية تم الإعلان عنها أيضا ضمن دائرة التقييدات وصولا إلى المناطق والحدود الشمالية. ولكن الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة هو في حدود المناطق التي تقع ضمن هذا البعد الجغرافي 5 كيلومترات، والتي هي أصلا مخلاة من المستوطنين بعد 8 أكتوبر. شكرا جزيلا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية.